نرجس، انتي منيحة بنتي؟ لا ماني منيحة، طالما هالزلمة رح يضل هون ما رح كون منيحة. نرجس بترجاكي لا تتخانقي مع أبوكي بقى، شوفي كيف عم تنزعجي وتقهري حالك، ما بصير. أمي هو كتير عم يستفزني، بيضل بينادي لأوجور ابني كأنه عم يعطينا قيمة، وعم يعلم أوجور يربط بوطه. هو أصلاً ما بيحبنا أبداً، هو ما تجرأ ولا يوم يوقف معنا ويساعدنا. لا، واحد جبان وما بيقدر يعمل شيء. ماما، عن جد اليوم رح نطلع مشوار مع بعض؟ صح ابني، يعني رح نعمل بابر اليوم، ما بعرف شو معناها بس هيك سمعتها. صح، باربيكيو يعني شوي لحمة. عم يقول باربيلو. ليش عم تبكي نرجس؟ ما بعرف شو فات بعيني، خليني شوف. راح حبيبي. طيب خليني بوسك ليروح أكثر. بوسني. أوه منيح إنك جبتي لنا هالقمر، شوفي لي هالخدود الحلوين. ماما شو لازم ألبس لما نروح؟ شو رأيك ألبس بابيونة؟ لا أكيد ما رح تلبس بابيونة. لا ماما، لازم تلبس تياب تريحك. والآباء بيشعلوا منقل الشوي؟ لا مو بالضرورة أبدا. لا ضروري ماما، شفت بالأفلام دائما هن بيشعلوها، وأنتي بتحضري السلطة وأبي بيشعل المنقل، وأنا وأختي منلعب بالطابة. طيب معناتها البوس قميص أبيض وبيجامة مخططة، ماشي؟ ليش بابا عنده قميص أبيض؟ حبيبي أنت لا تتدخل بالموضوع، بترجع لكن رح أسأل أبي. بابا. حبيبي انتبه على مهلك. لوين رايح أميركو؟ راح يلبس عمي ماهر قميص أبيض، بس لو كان هداك طلب منه أجور هيك ما كان رح يلبس. بس ليش لحتى يلبس ماهر قميص أبيض؟ ميرال هلأ بحكي لك القصة. نرجس أنتي منيحة بنتي، أنا وميرال بدنا نطلع لفوق. أنا منيحة أمي، أنتوا روحوا. يلا امشي. هون منقدر نحكي براحتنا. ايه بيكون احسن، جبت لك معي اماني لاعطيك اياها. الست عائشه عطتني دفعه اولى. ميرال حبيبتي خلص خليها معك، ما عاد لها لزوم هلا. وليش ما بدك؟ لاني لسه ما حكيت مع ماهر ورح نضل هون. بتتذكري ندرة خانو؟ ايه هي اللي بتوقف مثل الصنم، شبهها. راحت على أماسيا وعرفت بقصة خليل. شو عم تحكي؟ قال ما رح تسمح ينهدم بيت بنتها، وإذا حكيت شي رح تخبر الشرطة بكل شي صار معنا. طيب وقلسوم بلكي حكت شي؟ ندرة خانم حكت معها وهي ما رح تحكي شي أبدا. يا ربي على هالقصة. وجمال خليه هيك عم يتفرج يشوف كل هالمصايب بدون ما يعمل أي شي. بالعكس جمال ما تصرف هيك هالمرة ميرال، وكان رح يخبر هيلين بكل شي، كان بده يرجع لي. انتي شو عم تحكي؟ يعني انا ظلمته لجمال بكلامي؟ هو قالك انه رح يطلق مرته ورح ترجعوا وترتبطوا مع بعض من جديد؟ ما بقى في عندي امل بهالقصة. بعرف إنك بدك تسأليني إذا أنا لسه بدي جمال يرجع لي. هو طلب مني أعطيه فرصة وما بهمه شو النتيجة، وأنا وافقت بدون ما أفكر شو ممكن يصير. أكيد كنتي رح توافقي يا آسيا، أنتي بعدك بتحبيه مثل الأول وأكتر. معقول لساتني بحبه؟ لما خبرته إنه ما بدي أتطلق من ماهر اتطلع فيني بطريقة قهرتني. حبيبتي بما انك مقهوره وحابه ترجعي له، طيب كنتي خبري جمال بالشي اللي صار معك وقولي له انه ندرة خانم عم تهددك. طيب خلص ارجعي له، هالشي قرارك انتي. انا خفت كتير وهي حكت معي بصراحه وقالت انها رح تخبر الشرطه، يعني كنت رح اهرب انا وجمال واولادي هالمره. معك حق، لا تهتمي ولا تاكلي هم، اصلا انتي عملتي الصح. وغير هيك معقول كانت هيلين رح تتقبل القصه وتطلع من حياتكم؟ وماهر كمان، شو عرفك إنه ما رح يخبر عنكم الشرطة إذا هربتوا؟ صح هو شخص منيح وطيب بس ما منعرفه منيح، بالنهاية هو زلمي غريب. شوفي حبيبتي أنتوا طلعتوا من ورطة كبيرة، وأنا بعرف اللي صار معك، وهلأ يا آسيا ما لازم تفكري غير بمستقبلك ومستقبل أولادك. دفنتي جمال بقلبك من وقت طويل،
برأيي خليه يبقى هنيك. شكرا، لولاكي ما كنت بعرف شو بدي أعمل. خليكي قوية آسيا، إن شاء الله كل شي رح يكون منيح. آسيا أنا لازم روح، أخذت إذن ساعة بس، رح تكوني منيحة صح؟ تمام. آه بعتذر، كنتوا عم تحكوا شي وقطعتكم؟ لا أنا مريت لسلم على آسيا ورايحة هلأ. آه تمام، آسيا اتصلت هيلين وهي ناطرتنا. ميرال شو رأيك تروحي معنا؟ رايحين على برج جلطة. عن جد ما بقدر اليوم، عندي شغل كتير. روحوا وانبسطوا أنتو. طيب مثل ما بدك. باي حبيبتي. باي يا روحي. فعلا هذا البرج كتير حلو. مو هيك؟ عن جد بجنن. عندي خبر مو حلو، في تصليحات جوا وما فينا نفوت. لا معناتها بنرجع على البيت. يلا امشوا. ايه لا ما رح نرجع، لانه حبيبتي هيلين بدها تشوف إطلالة اسطنبول، لهيك لازم تشوفها. طلباتك أوامر يا قلبي، لا تضلوا واقفين هيك. يلا خلونا نروح. معلش خلينا نروح، ما رح نتأخر. يا جماعة عن جد نحن عايشين ببلد كتير حلو بجنن، أحياناً بنسى إنه بلدنا حلوة. حلوة اسطنبول جمال؟ أوه حلوة كتير. يعني ما بعرف كيف بدي أشرح لك. ليك يا آسيا، يعني لو إنك كنتي شي مدينة رح تكوني اسطنبول. يعني كل هالقد حلوة؟ ايه كل هالقد حلوة. بتعرفي شو؟ هي فيها بحر مثل عيونك بالضبط، أحياناً لونه أزرق وأحياناً صافي كتير، وأحياناً فيه أمواج عالية وأحياناً هادي. وشو كمان؟ وشو كمان؟ شو كمان؟ شو كمان؟ في لسه مضيق كمان حلو كتير. وكمان شو في؟ في جزيرة الفتاة مثلاً، إيه حلوة كتير. لحظة، استني بس، برأيي إنه برج جلطة هو أحلى شيء. ليش؟ يعني كيف بدي اشرح لك؟ بصراحة لما بتطلعي لفوق البرج تمام؟ وتشوفي مدينة اسطنبول كلها تحتك، حتى في زلمة كمان اسمه هزرافان، هذا حط أجنحة وطار من برج جلطة لحتى وصل على قلعة الفتاة. وشو صار؟ عن شو عم تسألي؟ وشو صار للزلمة؟ ايه شو عرفني شو صار له حبيبتي؟ ما سمعت باقي القصة. المهم يلي لازم تعرفي عن هذا المكان إنه الإنسان بيحس برغبة كبيرة يركب جناحات ويطير فوق اسطنبول. لازم أخذك لهنيك. أكيد رح تأخذني. لك طبعاً أكيد يا روحي، رح أخذك وهنيك رح صرخ وقول اسمعيني يا اسطنبول، شوفي حبيبتي آسيا أحلى منك بمليون مرة. أنت أحلى منا بكتير. خليها لاسطنبول تغار منك. حتى شمس اسطنبول بتلمع بشكل مختلف آسيا، الغيوم بيضة كتير، ولازم تشوفي طيور النورس اللي هنيك، بتحسيها جاية من قصص الخيال. شو انتو ما جعتوا؟ بصراحة أنا جعت كتير، خلونا نطلب أكل. آسيا؟ ايه
كأنك شراتي عم قول خلونا نطلب أكل. اطلب. ساعتك متذكرها معقول؟ ايه مفكرتيني بنسى شي بخصة؟ لما كنت حامل بأحمد كان جمال على طول يجيب لي منها وأنا كنت كتير حبها وقتها. شكرا كتير حبيبي، عن جد فرحتني بهالمفاجأة. أكيد بتكوني اشتقتي لهالأكلة، لهيك أنا جبت لك إياها. أكيد اشتقت لأنه أنت وروميو تبع حياتنا كلياتها. ماهر أكيد ما انزعجت مثل ما سمعت، قالت لي روميو هي هالمرة. ها؟ لا ليش لا انزعج؟ مو أنت عطول روميو تبع القصر كله؟ العاشق الولهان؟ الزوج الرومانسي؟ هيك كلهم بينادولا. حتى صاير رومانسي أكتر منك بشوي. أكيد جمال أنت هيك. عن جد هالأكلة إجت بوقتها، بس كيف خطرت على بالك؟ يمكن حنيت لهديك الأيام، ها؟ ولا ما بيصير؟ كيف يعني؟ يعني أنا حاسس صار الوقت لنجيب ولد تاني، شو رأيك؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد؟ شو المانع يعني؟ بدي يصير عندي بنت بتشبهك وخلينا نسميها، شو منسميها؟ منسميها ياسمين. ياسمين؟ كتير حبيته. آسيا، حابب إني جيب بنت تانية ويكون اسمها ياسمين ويصير عنا كمان بنت ونسميها جوري هالمرة، وكمان بنت ونسميها مانوليا. ها؟ شو بدنا نعمل بكل هالبنات جمال؟ لك كيف شو بدنا نعمل فيهم؟ متخيلة الوضع؟ شوفي كيف نرجس. ياسمين، جوري، مانوليا، رح تحسي حالك عايشة ببستان ورود، مو هيك؟ ولا كلمة، خلينا ننام يلا. قليلي هلأ شو رأيك؟ مو حلوة الفكرة؟ ها؟ جمال بدنا نعيش ببستان ورود. حبيبتي شو رأيك؟ مو حلوة الفكرة؟ أنا كتير بحبك جمال. أنا رايحة على الحمام. طيب الوقح قليل الحياة وقليل ترباية. شو صار لك؟ كأنه عم تبكي. لا تعمل هيك جمال، ما تتلعب بمشاعرها لتزعلني. وشو هالحكي ها؟ وليش مفكرة انه انت المقصودة؟ انا ما عم بفهمك. لا انت فهمان علي منيح، نيناتنا فهمانين شو اللي عم تعمله انت. لا تواخذيني يا ست آسيا،
بس بدي ذكرك، أنت اللي اخترتي هذا الشيء وقت اللي اخترتي لماهر، وأنا اخترتها لمرتي. أنت ليش معصبة لهالدرجة؟ أنا ماني معصبة بنو، بس أنت طالع منظرك بضحك. مو صح، منظري ما بضحك أبداً. أنا عم حاول خلي المرة يلي بتحبني سعيدة مو أكتر، وما في شي تاني ببالي. تعرفي شو؟ أنت ما عاد إلك مكان براسي، ارتاحي. شو وين راح ماهر؟ راح يدفع الحساب. آسيا، شو رأيك باللي عم يعمله جمال؟ ما فهمت. يعني قصدي لما حكى بقصة الولد الثاني من شوي، أنا كتير انبسطت وتفاجأت فيه كمان. يعني عن جد حسيت حالي بقمة السعادة. يعني معقول يكون رجع يحبني مثل الأول؟ بتعرفي، حسيت إنه أنتي وماهر إلكن دور كبير بقراره. كيف بقى؟ يعني أنا معجبة فيكن كتير وبعلاقتكن مع بعض، وبضل أحكي عنكن وأمدح فيكن وكل هالشي قدامه. حاسة إنه هذا الشي اللي أثر فيه. يعني نحنا حظنا عن جد حلو إنه عايشين بنفس البيت وتعرفنا عليكن. شفتكن لا تحاولوا تنكروا لهالدرجة، صرتوا صحاب؟ حبيتوا بعض من وراي؟ وعن جد هالحياة غريبة، بتصير فيها قصص ما بتتصدق. ليش هيك عم تحكي جمال؟ على طول النسوان هيك بيدعموا بعضهم وعلاقاتهم ما بتعرف الكذب، يمكن هذا هو السبب. بيدعموا بعض وما بيكذبوا. بس مو كل النسوان مثل ما عم تقولي. مشي الحال هلأ، أنا دفعت الحساب، صحتين وهنا على قلبكن. لا ما بيصير هيك يا ماهر، ليش هيك على طول بتعمل؟ معقول يعني أنا يلي عزمتكن وجبتكن لهون بتقوم أنت بتدفع؟ مو ضروري تطالعنا صغار كل مرة. شو؟ ما بيصير، ما بقى عارف كيف لازم ردلك جمايلك، يعني عم تصعب علي كتير. خليني أدفع شي مرة بس، عم تخجلني كتير. يلا قوم وخلينا نمشي. شكراً كتير ماهر. صحة وهنا. لو سمحتي. أخذها وحطها بغرفتي؟ ايه اكيد حبيبي، وخذ هدول لاختك كمان. ماشي تمام، نرجس رح تحبها لهي لانه كتير حلوه. خذ كمان هاي ابني. امي رح تجيبي لي حليب مو هيك؟ رح اجيب لك يا روحي، اكيد رح اجيب لك، لكن رح استناكي. اوه تعبان مو هيك؟ لا مو تعب، ما سوينا شي بتعب، بس توترت شوي لما طلبت هيلين انه نتفتل بالسوق. ما كان فيني اقول لا، منيح يلي مرق هالمشوار على خير. صح. آسيا بدي اسألك، هلا انتي ما حسيتي تصرفات جمال غريبة شوي؟ كيف يعني؟ يعني انا انبسطت كتير انه رجعت علاقته مع هيلين، بس كأنه عم يبالغ بحركاته، كأنه عم يمثل تمثيل مو أكتر. ما بعرف، ما انتبهت. وأنا حاولت ما دقق كتير، بس شوفي حيرني. ما كنت عم أفهم ليش هيك تعامله معي. يعني حكى معك شي ضايقك؟ يعني ما بعرف كيف كان، كأنه حسيته عم يسمعني حكي من تحت لتحت وتلطيش حكي.
حسيت في شيء غريب بحكيه ما فهمته. مو مهم، بيني وبينه ما في شيء، يمكن أنا كنت عم أتوهم. خلينا هلأ نقوم نغير ثيابنا. آسيا شو هاد؟ ذهبات العرس. وليش حاطط اياهم بدرجي؟ عائلتك هنن اللي عطوني اياهم، كانوا مفكرين انه نحن عن جد تزوجنا. ايه بس هدول لإلك خديهم. لا اكيد ما رح اقبل. وانا شو بدي اعمل فيهم؟ خليهم معك، بكره انت بتعطيهم للبنت اللي رح تحبها وتتزوجها. إذا ما خاب ظني رح يرجعوا لك آسيا أكيد. ما عم بقدر صدق أعصابي منهارة لهلأ، ما عم صدق شوفي أبوها جانن جنانه التاني. خلاص زاهدة طولي بالك حبيبتي، هلأ بيفيقوا أهلي على صوتك. هلأ أنا شو بدي بأهلك؟ يفيقوا شو بدي أعمل لهم؟ ماني قدران إهدى. طيب زاهدة بنتك غلطت، بس لا تزيديها عليها، حرام بتكون خايفة. شو هالحكي هذا؟ عم تعلميني الأمومة كمان؟ روحي علمي بنتك وربيها بالأول. شو بتقصدي زاهدة؟ ليش عم تحكي بهالطريقة؟ هيك بدي أحكي لأنه بنتك السبب. هذا الشاب شو كان اسمه هذا الغبي؟ نجمي. نجمي بنتك ساعدته وراحت تضحكت على بنتي مشان تخليها تطلع معه على الموتور. نرجس هالحكي مزبوط؟ ليكي بنتك عم بتعصبني كتير وما بدي اسمع منها ولا كلمة لهالخبيسة. زاهدة احكي مثل العالم. شو رأيك تقلي كمان شو لازم أحكي ماهر؟ كلكم واقفين ضدي. أمي بصراحة أنا ما كان قصدي يصير هالشي، بس نجمي أصر علي وأبداً ما توقعت إنه إيلاديا تطلع معه. إيه لو تعملي حالك بريئة، أنتوا عاملين مثل العصابة مع بعضكم، كل همكم إنكم تأذوها لبنتي. زاهدة حاجة تخبصي بالحكي بلا جنانك بقى. شو قلتي يا؟ تعالوا شوفوا الأم وبنتها، تعالي مونا أصغر تعملي لي كفين يلا حبيبتي. ولسه إلك عين كمان شبكي. إيه بدي أحكي، بدي أحكي لأنه كتير معصبة منكم. بترجاكي أمي خلص أنا آسفة عن جد هاد غلطي أنا، خلص سامحوني. روحي روحي ما بتعرفي غير تبكي. ليكي إذا بتقربي على بنتي يا ويلك. خوفتيني بلشت أرجف. شو صار شبك آسيا؟ لا بدك تهدي وتطولي لي بالك. زاهدة ليش هيك عم تحكي مع البنت؟ طولي بالك عليها شوي، ما شفتيها كيف راحت وهي عم تبكي؟ ايه وشو دخلني؟ اكيد بدها تبكي، عامله فيها عصابه وبدها توقع على بنتي. كل هذا عم يعملوه قصاداً وهي بتعرفوا لهداك الازعر واكيد رح تبكي قدامنا وتدافع عنه. شو دخلها هي؟ لا تقربي على عيلتي بحجه نجمي، راجي قلعه من هون وخلص، خلصنا منه وانقلع. شي حلو رح نشوف شو بده يصير، بكره بتشوفوا شو بده يصير، وين راح راجي؟ ما بعرف. ها راح الزلمة كمان، ضليت لحالي مثل كل مرة، لك وين بيروح الزلمة وليش دائما بكون مضطرة اني حل مشاكله؟ عملت هالشي غصب عني امي لانه نجمي هددني وقال لي اذا ما عملت مثل ما بده رح يروح على الشرطة ويخبرهم. طيب نرجس خلص روقي ولا بقى تبكي. وهلا قصت زاهدة رح تكرهني كتير. شو بدك فيها؟ هي بتحكي كتير وبعدين بتسكت. بعدين انت ما خليتي البنت تطلع مع نجمي بالغصب، انت اقنعتيها. يا عمو ماهر بشو بدي احلف لك انه ما صار شيء من هاد؟ ما في داعي تحلفي يا روحي لمين ما كان، انا مصدق كل كلمه قلتيها. وهلا تقلع نجمي من القصر لشوف المشاكل اللي رح توقع فوق راسنا. هلا هو تقلع من القصر؟ اذا راح وخبر الشرطه رح تخرب الدنيا فوق راسنا. بوقتها انا رح كون مصيبه على راسه. الوسخ عم يدور على المشاكل من وقت ما اجا. ما بعرف شو لازم نعمل مع هالزلمة. طيب اهدوا شوي، لا تخافوا، أنا رح حل الموضوع بمعرفتي معه، رح روح شوفه هلأ وانهي القصة معه. خلص ريحوا بالكن حبيبتي نرجس، حاش تبكي هلأ، روحي نامي وارتاحي يلا. تمام. تصبحي على خير. تصبحوا على خير. إذا ما قدرتي تنامي تعالي لعندي. ماشي. مو معقول هاللسان يلي عندها لزاهدة، بتضل عم تحكي طول الوقت، بتصدق انه كتير بتوترني؟ هلأ معها حق تعصب بس ما في داعي تعيط لهالدرجة. شو كان بدها من نرجس؟ شفتها عم تبكي لما اجيت. نرجس هي اللي خبرت إيلاديا انه نجمي بده يشوفها بالسر، ولما عرفت زاهدة جن جنانة. طالعت عصبيتها على نرجس؟ لا حبيبي، اساسا آسيا وماهر كانوا موجودين ودافعوا عن نرجس، هلأ بتكون صارت منيحة. حبيبي اليوم مو كنت عم تقول إنه بدك يصير عندك بنوتة؟ يا ترى أي نوع من الآباء رح تكون مع بنوتك؟
أنا بحس إنه رح تكون كتير حنون عليها وما رح تزعلها. أكيد معك حق. واللي بيفكر يقرب عليها بقتله. أوه شو قاسي. أكيد لما بيكون هالشي متعلق ببنتي قاسي. لكن أنت مو معتبرني بنتك يا أبي؟ لهيك ما قدرت تحميني ولا وقفت جنبي؟ إن شاء الله تكون أب منيح لبنتك اللي رح تجي وما تتركها لحالها مثل ما تركتني. يعني هلأ عمو ماهر رح يدفع مصاري لنجمي وهو ما بقى رح يتدخل فينا ولا يقرب على القصر مو هيك؟ هيك خبروا لماهر إنه ما رح يحكي شي، بس مزعوجة لأنه رح يضل يعمل هيك مع هالغبي بس من ورا مشاكلنا. لا تنزعجي يا أمي، بكرة بس يرطالع مصاري رح نرجع الدين لعمو ماهر. حبيبة قلبي شبك؟ مو على أساس كنت رايح تاخد الحليب لماهر؟ ايه أنا كنت رايح أخده بس وقع مني بالمطبخ. طيب عادي أكيد وقع بالغلط، ليش كل هالدرجة زعلان؟ مرت عمي قول شو معصبت علي وصرخت. لا ليش لا تصرخ بوش أوغور؟ يعني هلأ بتكون حاططنا براسة وبدنا نصير ناكل همها مثل زاهدة خانم نرجس. لا حبيبي العمة جولسوم بتكون معصبة من شي قصة، أنت بتعرف قديش هي بتحبك مو هيك؟ باين كتير بتحبه. طيب تعال أنت ضب هدول عني وأنا رح أروح ساعد جولسوم. حاضر ماما. جولسوم فينا نحكي شوي أنا وياكي؟ لا ما فينا نحكي لأنه أنا ما بحكي معك، ما بدي شوفك، لهيك أحسن لك بعدي عني. بعرف أنه أنت معصبة مني بس ما في داعي تتفششي بأوغور لأنه هو كتير بحبك وبيحترمك. أنت صرختي بوشه وهو زعلان هلأ. والله عن جد؟ شوفي هالفصعون الصغير راح بسرعة يشكي لك علي. حلو بس بدي يفهم كيف بتعلموا الأولاد يفسدوا بهي الطريقة؟ معقول يكون متعلم يعني من أمه مثلا؟ لا هو ما شكالي عليكي بس لأنك ما كنتي تتعاملي معه بهالطريقة، مو متعود يشوفك معصبة مشان هيك زعل منك. أنا ما عصبت من ابنك يا ست آسيا، ليش بدي عصب من ولد صغير؟ كب الحليب على الأرض وأنا الشغل لفوق راسي وما كان ناقصني نضيف الحليب. طيب شكله أوغور فهمان الموضوع غلط، لكن انسي أساساً أنا حطيتك بموقف صعب كتير لحالك. إيه حبيبتي كتر خيرك، جيتي على حياتي مثل الكابوس، ما عم بقدر نام مثل العالم بسببك. قبل ما تجي على هذا البيت كنت كتير مبسوطة، هلأ أعصابي تلفانة منك. جاي لصلح الحنفية. ليش عم تتخانقوا؟ ليش بدي اتخانق معه يعني؟ شوفي جلسوم، أول ما اجت لعنك انت طايرة من الفرح. شو بيعرفني صايرة عم حسها وحدة غريبة عنها، ما عاد حبيتها، ما بدي شوفها. اتركني خليني شوف شو عندي شغل. هي بالأساس غريبة، طبيعي هيك تحسي. صار فينا نعمل هيك شي هلأ، لازم نتفق مع شركة إنتاج منيحة بالأول وبعدين منبلش بالتصوير الداخلي والخارجي للفندق ليصير عنا فيلم دعائي حلو. أنا هذا رأيي، أنتوا شو رأيكم؟ يعني الفكرة كتير حلوة بس بهيك حالة بدنا نتخطى ميزانية الإعلان للأسف، لهيك خلونا نأجل الموضوع شوي. طيب أنا بس كنت عم بعطيكم فكرة مو أكتر. ليش هيك فوراً عم تقرر؟ يعني ليش أخذت القرار لحالك؟ ما عم بفهم. ما عم أخذ قرار لحالي، قدمت لكم الميزانية وأنتوا وافقتوا، لهيك عم أحكي باسمنا كلنا. شو يلي تغير بالموضوع هلأ جمال؟ طيب بس يمكن يكون عاجبنا المشروع، فينا نطلب ميزانية إضافية إذا سألتنا.
طيب لكن خلونا نعمل اجتماع تاني، شو بدكن قلكن يعني؟ وأنا برأيي فكرة الاجتماع التاني، يعني كمان أخذت القرار فيه لحالك، وهالشي صاير كتير بيزعجني. أنت عم تتصرف وكأنك مسؤول عن كل شي. هلأ عن جد أنا هيك عم أعمل؟ طيب جمال، أنا شخص بيتقبل النقد، إذا في عندك ملاحظات منحكي فيها على أنفراد. عن جد منحكي فيها، بيكون أحسن ماهر. ماهر، ما بدنا نروح؟ إيه حبيبتي يلا جاي. ما عم بضغط علي آسيا، لا تخافي، كنا عم نحكي بالشغل بس، لهيك ما في داعي تهربوا فورا. ليش هيك عم تحكي معي جمال؟ وقور مبسوط بالروحة على المزرعة وعم ينقفق مشان نروح، وأنا أجيت مشان استعجل ماهر. طيب حبيبتي يلا، وأنتوا شوفوا أنت بتحبوا تعملوا الاجتماع وخبروني مشان إيجي أحضر. يا ترى هلأ أنا حكيت شي غلط راجي؟ لا أكيد، أنت ما دخلك أبداً بهذا الوضع الطبيعي بقصر ديمير، مناقشات يومية، نحن عنا إدمان على هذا الشي. بكرة بتتعودي. إيه؟ طيب هلأ شو بدنا نعمل؟ خلصنا هيك ولا لسه في شي؟ جمال سؤال، شو صاير بينك وبين ماهر؟ ما كنتوا هيك؟ كنتوا كتير صحبة وأحاديث ومشاوير وفوتات وطلعات عائلية، شو اللي تغير؟ لا ولا شي، بس بتعرف تصرفاته بالشغل آخر فترة عم تزعجني كتير. كبران راسه ما أخذ وش علينا زيادة، صار لازم تدير بالك جمال. تمام، انتبه ما تحرق إيدك حبيبي، لا تقربي لهون ماشي؟ حاضر أبي. استنى لسه هي ما استوت، بدها شوي تانية وبتصير تمام. طيب لبين ما تستوي أنا رح روح لعند أحمد مشان نلعب سوا. طيب يلا روح، بس حاول ما تعرق لأنه الجو بارد. تمام، طفى منيح ماشي؟ ماشي. آها ماهر، شو عم تعمل هون؟ شو أنت المسؤول عن الشوي؟ طبعا أنا المسؤول، بدكم تاكلوا أكل طيب. يا سلام، بقدر أخذ وحدة من هي لكن يا معلم؟ الريحة كتير بتشهي. ايه فوراً تكرم عينك دقيقة، في مجال تعطيني خبزة من عندك أخي؟ حط لها بندورة. يسلموا إيديك. رح أدوقك من هي كمان. تفضلي يا حلوة. يسلموا إيديك. عن جد انك بتجنن، يعني انت عن جد بتفهم بكل شيء، يا ريت لو في منك اكثر من نسخه. شكرا كثير، خجلتيني. ولو لو سمحت بيطلع لك كاسه لبن على هالمجامله. شكرا ماهر، عن جد كلك ذوق. طيبه كثير. صحة وهنا. بالمناسبة نسيت أعرفكم على بعض، بكون أخي فكرة، ست زحل، تشتغل مسؤولة بي آر بالشركة. شرفت بمعرفتك. وأنا إلي الشرف سيد فكرة. طيب أنا رح روح هلأ، لازم دير بالي على الضيوف، وبرجع لعندكم بعدين، شوفها. أكيد، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. ليش هيك عم تطلع فيني؟ أخي ماهر، بس في عندي كم سؤال بدي أسألك ياهم، بس ما بعرف بأي واحد بدي بلش. الأول، شو كانت تشتغل هي المرأة؟ براي أو شي تاني؟ بي أفرد. عن جد، عن جد ما فهمت، فهمني. يعني علاقات عامة، واجهة الشركة للمؤسسات، هي فكرة شي بخص الشركة والإعلانات والتنظيم وهالقصص. طيب هلأ السؤال الثاني ماهر، ما بعرف إذا لاحظت مثلي إنه أنت بس لأنك عم تشوي الكفتة عشوي كانت رح تجي تضمك وتبوسك. إيه شكلها بتحبني كتير. إيه واضح إنها بتحبك، بس كأنه هذا الشيء مو عاجبك يعني ما؟ بلا جنان هلأ فكرت. وين الجنان بالموضوع؟ أنت زلمة عزابي، وطالما هلأ ما مشي الحال مع آسيا
عيش حياتها. ايه بجوز تكون مبسوط هاي المرة. شو بك أخي، شفتني مزحت مسحة مع المرة، تحمست وبلشت تحلم وتخطط دغري. فكرت مو ناوي يصير شي بيني وبين زحل، حطها ببالك هاي. ليش يعني مو ناوي؟ ليكون بدك تكرس كل حياتك لآسيا وولادها؟ ما بيصير هيك يا أخي. بتضايق كتير لما أفكر بالموضوع. ناولني صح من جنبك، خلينا ناكل، الناس جاعت هلأ. يلا طيب، لما ما بيعجبك الحديث بتغيره فورا. يا رب بدخيلك. شو رأيك استوت اللحمة قلتك ولا لا؟ بينت استوت. يا أحمد ولا ترفع على إيده. بس ما عم ارفع إيدي. بلا شفتك رفعتها. لا أنا ما بغش، بنوب أنا أقوى منك. أنا أكبر منك يا زكي، لا تحاول، ما فيك تخسرني. خلينا ننطر ونشوف إذا بتقدر تكسرني أو ما رح تقدر. خلص ابني حاجة بقى، لا كتير تشد على إيده هيك. وصلت ساندويشات الكفتة. كنت رح موت من الجوع، رح موت. شفت كيف خسرتها؟ شو أعمل؟ ما قدرت خسرك. خدية من وشي. فهمني هالمرة ليش قاعدة على طاولتنا؟ ضبي لساني، خلصنا زاهدة. يسلموا إيديك يا ميرال. قلت لك ما بدي آكل كفتة من إيدها، خدها. آسيا؟ راجي يلا قوم خدني على البيت. داخلي اصلا ما فيني اتحمل اصوات ولاد وضجه كثير. زاهده ما فيني اتحرك من هون، انا المدير، اذا بدك نقلق لحالي. اذا مليت روم بدك ايه؟ يعني روح لحالي قصدك؟ روح لحالي مشان تاخذ راحتك. خدي هي. تمام صح. بابا انت بتقدر تخسر ابو لاوغور بلعبه المكاسره؟ من وين طلعت هالشغله براسك هلا ابني؟ ايه انا ابي اقوى ورح يخسره لعمو جمال اكيد. لا ما بيقدر لانه ابي اقوى بكثير. انت هيك رايك؟ خلونا نشوف. لا انت اكيد عم تمزح جمال. لا عم بحكي جد، تقبل؟ ايه طبعا اكيد بقبل، بس انت رح تندم كتير. ها هيك لكان؟ اكيد. هلا بشوف شلون رح تخسر. شو هاد مفكرين حالكن ولاد؟ ما بيكفي الطلعة، بتضيق الخلق كمان، ناقصنا. كان لازم بس يلبسونا بيجامات مخططة ونعمل لنا كم كاسة شاي على الغاز السفري ونكشلنا دبان بالجرايد. عم تتخيلي؟ شو رأيك تتفرجي على الساكت اذا في شرط ولا ما في؟ كتبي بقى، فيكن تبلشوا مكاسرة. يلا بلشوا مكاسرة عشو. بعدين كل عمركن ما بتعرفوا تتشاركوا. يا خوفي هلأ من ورا هاللعبة تنكسر إيده لماهر. خلص اسكتي ميرال. شو جاهز؟ جاهز. على شو؟ عشو ما بدك. لشوف شو بده يطلع لي. واثق كثير من حالك بس رح تخسر. عن جد؟ ايه منشوف. يلا. عن جد انه عقله صغير. آسيا لكي كيف عم يتصرفوا مثل الولاد؟ شو فينا نعمل؟ يلا بابا هزمه بحركة واحدة، حط فيها كل قوتها. يلا بابا خلص عليه. يلا يا جمال. يلا أبي رح تربح. يلا أبي. بابا 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 بابا. يلا أبي خسروا. يلا أبي. بابا 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 بابا. يلا بابا يلا. يلا بابا. يلا أبي هزمه. يلا بابا أنت قوي. يلا بابا يلا. ماهر انتبه، أنا حاسة جمال كتير أخذ الموضوع جد. يلا بابا. آسيا لا تخافي، شوفي كيف رح خسروا هلأ. مين مفكر حالك رح تخسر؟ ها ما بتعرف إنه يلي عم يلعب معك هو جمال.
جمال شو صار لك؟ انت رح تكسر لي ايدي، ليش كل هالعصبية؟ اندمجت باللعبة. اهدي حالك يا بطل، خلص انت ربحت. ماهر صار له شي ايده؟ ليش هيك تحمس جمال وعصب؟ ما بعرف. رايح غسل وشي. شفتي كيف صار شكله لزوجك مثل المجرمين؟ حط عليها تلج ماهر. ما بدها شي، هلا بتتحسن. منيح ما خلصت هاي اللعبه بالمستشفى. جمال شو بدك؟ ما تخاف، ما في شي. فيك تقلي شو مشكلتك؟ ليش ليكون في عندي مشكلة معك؟ في عندك، أنا بعرف الصبح طلع خلقك علي وهلأ كنت رح تكسر لي إيدي باللعبة. شو عم يصير معك؟ قلي شو الموضوع؟ إذا خايف على إيدك ليش قبلت تتحداني؟ ليك، نحنا كنا عم نلعب كرمال الأولاد، ليش أخذت الموضوع بجدية؟ أنا كل شي بحياتي باخده بجدية ماهر، أنت مالك علاقة. جمال اطلع فيني، إذا أنت شايفني زلمة محترم فهالشي ما بيعني إني أجدب. عم تسمعني حكي من تحت لتحت وبتتحداني مثل الأولاد، لا تفكرني مالي فهمان. ليك أنت بلشت تتجاوز حدودك معي بعد هيك؟ شو رح تعمل يعني؟ ماهر؟ بابا، أنتوا ليش عم تتخانقوا؟ لا بابا، معقول نتخانق؟ أنا كنت عم بحكي مع عمك جمال بس. مثل ما قال لك أبوك كنا عم نحكي. طيب لك عم فيك تجي معي شوي؟ بدي ورجيك شغلة. في عندي شغلة صغيرة بخلصها وبيجي لعندك. ايه؟ بابا لو سمحت تعال، هلأ بيهرب منا. أنا لقيت حلزون كبير وكتير حلو. ما خلصنا، نرجع منكمل. ناطرك هون يا بطل، ما رح روح على أي محل. أنت شو عم تعمل؟ إذا مشكلتك معي ليش عم تتحركش بماهر؟ شو هالقصة هاي؟ شكلك جاني على الآخر أنت وزوجك، ها؟ أنا شو قلت لك هداك اليوم؟ ما عاد إلي علاقة فيكي بنوب، مو هيك؟ ما عاد في جمال يلي كنتي بتعرفي، ما عاد حدا يركض وراكي. لكان ليش صرت تعمل هالحركات هاي؟ عمرك هالعمر وعم تتصرف مثل الأولاد، لا تلعب معنا جمال. شو قاعدة عم تعملي هون لحالك؟ من صغرك وقت كنتي تعصبي من شي كنتي تروحي تقعدي لحالك وما تحكي مع حدا، بعدين أنا كنت جبلك قطع شوكولا تقومي تنسي كل شي. خلصنا بقى، حاج تحكي لي عن ذكريات الماضي تبعنا. لسا كنا نعمل هيك وكنا نساوي هيك، هديك الأيام انتهت. بس عندي لسا ما انتهت، لسا بحسها كأنه مبارح. شو أعمل؟ خليك عم تتذكر الماضي لأشوف شو رح تستفيد. ليش ما بتخبرني شو اللي عملته اليوم؟ أحسن ما تذكرني بالسنين اللي راحت. شو كأنه ما عندك جواب؟ نحنا كنا بالماضي تبعك ومستقبلك مع عيلتك هي، ما رح نكون أكتر من ذكريات بحياتك اللي مو هيك بابا؟ ما عندك الجرأة حتى لتأسس مستقبلك معنا. نرجس، رح أقول هالحكي لإلك بس بدي، أنا ما هربت من شي. لك حاجة تكذب، أمي خبرتك بكل شي عن جولسوم وإنه ما عاد فينا نضل هون وإنت ما عملت شي. لا تقول إنك رح تضل واقف معنا. إنت ما بتعرفي كل شي صار. شو هو الشي اللي ما بعرفه؟ طلعت بوشنا فجأة بعد كل هاي السنين، ويلي عم تعمله هو إنك عم تهرب مرة تانية من جديد. أنا ما عاد طايق أشوفك. ما هربت، ماشي،
كنت رح أحكي لهيلين كل شيء. أمك هي ما خلتني. ليش؟ مو أنا السبب بكل شيء صار. قلت إنه لازم أتحمل كرمالكن. قلت لها تحكي مع ماهر وأنا بخبرها لهيلين وبحكي لها كل شيء. أول شيء وافقت، وبعدين راجعت حساباتها كلها وقررت إنه حياتها هيك عاجبتها. أنو حياتها هي؟ ليش نحن حياتنا زابطة؟ شو بيعرفني يا نرجس؟ بدك تسألي أمك؟ قال ما فيها تتركه لحبيبة ماهر. أكيد هي بتحبه كتير، لهيك ما رح تتخلى عنه. قال ما بتقدر تغلط هالغلطة. بنتي هذا يلي صار، وأنا كمان ما ضغطت عليها، بس لعلمك أمك هالمرة دمرت كل شيء. أمك دمرت مستقبلنا مو أنا. أنا كان بدي إياكي تعرفي الحقيقة، وهلأ عرفتي حبيبتي. كيف يعني هي بتحبه لماهر؟ شو يعني هالحكي؟ كيف قدرتي تعملي هيك شيء؟ شو صاير لك نرجس؟ ليش معصبة هيك؟ انتي ليش كذبتي علي؟ قلتي لي انه بابا تركنا لحاله وما بده يوقف معنا ويساعدنا، بس بابا كان مستعد يقول للكل الحقيقة وكان رح نعيش مع بعضنا من جديد. اسمعي نرجس، أنا أمي فهميني كيف عملتي هيك. قلتي لبابا إنك بتحبي لماهر وما فيكي تتركيه، يعني أنت عن جد حاببتي لعمو ماهر ونسيتي لبابا؟ مين قالك هذا الكلام؟ أبوكي ما؟ يعني كنتي مفكرة أني ما رح أعرف؟ أنت كيف بتضحي فينا من شان ماهر؟ كنا رح نعيش مع بعضنا بعد كل هاي السنين. ما رح سامحك بحياتي ورح ضل مع بابا من اليوم ورايح، وأنت انبسطي مع ماهر تبعك. نرجس لحظة اسمعيني شوي، أنا انجبرت أتصرف هيك مع جمال بنتي. على شو انجبرتي؟ إنك تختاري ماهر يعني؟ انجبرت ضل ساكتة. ندرة خانم صارت تعرف كل شيء. شو بتعرف؟ بتعرف بموضوع خليل ومين أبوكي. هي راحت على حارتنا على أماسيا وعرفت كل شيء صار معنا بنتي، وجمال قال للست ندرة إنه هو بيحبني وبده يحكي لهيلين، لهيك إجت لعندي وهددتني إنه ما رح تسمح لي أخرب بيت بنتها ورح تخبر الشرطة إذا قلت. قالت لي يا ولادك يا جمال، شو كان لازم أعمل نرجس؟ لهيك قلتي لبابا إنه ما بدك يا. يعني لو ما هددتك الست ندرة كنتي رح توافقي ونروح من هون ونعيش كلنا مع بعض مثل أيام زمان. هالحكي مو مهم يا بنتي، اللي صار صار خلاص. أنا سألتك سؤال، جاوبيني، لو ما هددتك الست ندرت كنتي رح توافقي ترجعي لبابا ونعيش مع بعض؟ ما بعرف نرجس، عن جد ما بعرف، بس يمكن كنت رح أعطيه فرصة تانية. طيب ماما كتير منيح، معناتها خلينا نروح ونقول لبابا عن موضوع خليل وهو رح يساعدنا. نرجس ليش ما عم تفهميني؟ ندرت خانم عم تقول رح تروح على الشرطة إذا حكينا، وإذا راحت وبلغت عنا شو برأيك رح يصير فينا؟ وقت أكيد ما رح نقدر نعيش مع بعض. ليكي بنتي رجاء سكري على هالموضوع ونسي، ولا بقى تفكري فيه أكتر مشان ما تضايقي حالك يا روحي. يعني بسبب يلي أنا عملته تحكمت فينا ندرة مو هيك؟ لا تفكري بهالشي بنتي، هذا الحل الوحيد اللي قدامنا وما عنا غيره. تمام نرجس؟ صاير شي آسيا؟ لا، شو اتفقنا نرجس؟ اتفقنا ماما.
صاير شي مع نرجس؟ لا مو صاير معه شي. بعد عم تفكر بموضوع نجمي؟ لا خلص حكينا بالموضوع. طيب شو صاير؟ ما لقيتي غير هالمكان لحتى تبكي فيه؟ فهميني انت شو يلي بدك يا منا؟ كل شي صار بسببك. احكي بأدب وفكري منيح قبل ما تحكي معي. انت ما رح تقدري تفرقينا عن بعضنا، بابا بيحبنا كتير وبده يرجع لنا، فهمتي؟ تعي لنكمل حديثنا بمكان تاني. بابا بيحبنا كتير وما رح يتركنا، وهلأ بدي روح خبر بابا كيف عم تهددينا، ورح يحط لك حد وبعدها رح نطلع مع بعض من هالبيت، وانتي ما رح تقدري تعملي أي شيء. نحنا مو خايفين منك. ايه لأ، يعني انتي الشجاعة يلي رح تحلي الموضوع؟ كأنك ما سمعتيني، عم قلك نحنا مو خايفين. فهمي يا بنت، إذا طلعتوا من هون مع أبوكي ما رح أترككم، رح بلغ عنكم. مو بس أمك رح تنحبس، كمان أبوكي رح يدخل السجن لأنه شارك معكم، وهيك رح تنزدتي أنت وأخوكي بدار الأيتام. إذا كان بدك تتشتت عيلتي وحابة تعيشي بوضع مأساوي أنت وأخوكي، روحي وخبري أبوكي بكل هالحكي. يلا، وبظن يلي قلته كتير واضح وصار مفهوم. أعملي يلي عم أقوله بدون أي تردد، وفهمي كتير منيح يلي قلته، وهلأ امسحي دموعك وقوي حالك شوي وبعدين نطلعي من الغرفة. تفضلي، الطريق كله إلك. فهمني شو عم تعمل؟ هذا اللي كان ناقص. خير إن شاء الله. شو عامل كمان؟ عم تحققي معي وتحكي بطريقة كأنك عن جد مرتي، بتضلي تحطي الحق علي. بس خليني ذكرك يا ست آسيا، إذا كان بدك تبهدلي حدا، ليكو ماهر فوق، زوجك المثالي، روحي بهدلي. خلص بلا جنان جمال، ما ضايقتك ولا بكلمة. مو أنت وعدتني ما تقول لنرجس؟ آه، وعلى أساس رح تضل ساكت مشان الأولاد؟ بس مرة واحدة بحياتك كون قد كلامك. شوفوا مين عم يحكي عن الوعود، يلي حكت كلمة وبعد ساعة تراجعت عن قرارها، جاية تعطيني درس عن الالتزام بالوعد. برافو. هذا الموضوع سكرنا وحكينا فيه وخلص. لا تدفع بنتك تمن انزعاجك مني. اللي انت ليش حكيت لنرجس؟ شو اعمل؟ ما قدرت اتحمل نظرة الكره والغضب يلي دايما بتطلع علي فيها، وبضل تتهمني اني جبان. بحق لها تعرف انه ابوها بيحبها، وكمان هو مستعد يجازف بكل شي مشانها. مو معقول شو اناني وبتحب حالك؟ ما بتعرف انه الشي اللي عملته رح يشوشها لنرجس ولا ما بيهمك؟ شو صار لك؟ بس فهمني، ليش ما ضليت ساكت على القليلة؟ كنت بس هالمرة ليش قلت لها؟ آسيا، ما رح اسمح لك أبداً تطالعيني قدام بنتي شخص سيء، ماشي؟ ومن بعد اليوم نرجس ما عادت تشوفني عدو لإلها. إذا خلصتي حكي بدي أعمل فنجان قهوة. قال ما فيها تتركه لحبيبة ماهر، أكيد هي بتحبه كتير، لهيك ما رح تتخلى عنه. قال ما بتقدر تغلط هالغلطة، أمك هالمرة دمرت كل شيء. أمك هي
اللي دمرت مستقبلنا. ليش ما عم تفهميني؟ ندرة خانم عم تقول رح تروح على الشرطة إذا حكيت، وإذا راحت وبلغت عنا برأيك شو بده يصير فينا؟ وقت أكيد ما رح نقدر نعيش مع بعض. ليكي بنتي بترجاكي سكري على الموضوع وانسي. يعني بسبب يلي عملته أنا تحكمت فينا ندرة، مو هيك؟ لا تفكري بهالشي وتضايقي حالك. ما رح ننزل أكتر. أمي يا ملاكي الحارس، رح أحكي لك القصة يلي كنتي تحكي لي إياها قبل النوم لما كنت صغيرة، بس أنا رح أغير نهاية هاي القصة. كان يا ما كان، بقديم الزمان كان في عصفورة بنت عش لولادها لحالها على قمة جبل عالي. هاي العصفورة ما كانت تهتم لا بالبرد ولا بالعواصف لتحمي ولادها، وضلت عم تدافع عن عشها وولادها من أي خطر. وبيوم من الأيام راحت العصفورة لحتى تجيب أكل لولادها. راح واحد من ولادها وحاول يطير لحاله، بس ما قدر يطير ووقع وانكسر جناحه. بعدين العصفورة طلبت من ابنها يعطيها وعد، قالت له لما ما بكون معك لا تحاول تطير لحالك، وأنا رح كون جناحك يلي بتطير فيه. ومن بعد هاليوم ما عاد حاول ابن العصفورة يطير من دون أمه أبداً، لأنه عطاها وعد. وبيوم من الأيام شاف النسر العش والأم مانا فيه، ولما هجم النسر على العش لحتى يأكل أولاد العصفورة، هون تشجع الابن وقدر يطير لحاله بدون مساعدة أمه، وهالمرة ما خاف ينكسر جناحه. بابا، لو كان بدك كنت فزت عليه بالمكاسرة، بس خليته يفوز مشان أحمد. لا حبيبي، أنا خسرت لأني ما بهتم، أنا بلعب مشان أنبسط مو مشان أهزم حدا. بابا أنت بطل، لو كان بدك كنت هزمته مو هيك؟ ما بعرف، يمكن ما قدرت أهزمه. لا كنت هزمته أصلاً، أنت أقوى أب بالعالم وما حدا بيهزمك. أنت بطلي. آسيا التوبة، أنا ما عاد ألعب المكاسرة مع جمال، ما شفتي كان رح يكسر لي إيدي، كان أخذ الموضوع بجدية كتير. شفته. شو قاعدين عم تعملوا؟ تعالي. كنا عم نحكي إنه بابا وجمال رح يلعبوا مرة تانية بالمكاسرة وبابا رح يفوز. لا ما رح عيد أبداً، أوجور عم يمزح. ماما، ممكن اليوم ضل معك وننام نحن الثلاثة مع بعض؟ إيه طبعاً بنتي. معناها أنا اليوم رح أقضي ليلتي بتخت البطل. يلا رح أترككم لحالكم، ماشي؟ تصبح على خير. وأنت بخير عمو ماهر. قليلي شكراً كتير. على شو؟ على كل شيء. نرجس، انتي منيحة بنتي؟ ايه ماما منيحة. لكان ليش عم تبكي؟ امي ما في شي. شو رأيك نشرب موز وحليب بما انه رح نقضي هاي الليلة مع بعض؟ ايه موافق. ماشي تعال لعندي على التخت، يلا اركض.
نرجس؟ عن جد أنا بحبك كتير بابا. وأنا كتير بحبك حبيبتي يا روحي أنتي. أنا كتير بحبك. يعني سامحتيني؟ سامحتك ورح تكون الأيام الجاية كلها حلوة. أكيد حبيبتي، أنتي بس تطلعي فيني بهالعيون اللي كلها حب وأنا ما عاد بدي شي تاني. روح قلبي أنتي، بنتي الحلوة، بنتي القمر. لا تنسى أني كتير بحبك بابا. إيه؟ تذكر هالشي. مستحيل أنسى. معقول أنسى يا روح بابا؟ الحليب. هو نام. هالولد بس يحط راسه على المخدة دغري بينام بسرعة. طول اليوم عم يركض ويلعب، أكيد بده يكون تعبان كتير. بس كان مبسوط. يبدو حلم أوغور الوحيد إنه يروح مع أبوه شي مشوار ويلعبوا سوا. يمكن أبوه ياخده شي يوم. نرجس، خلص ما عاد أحكي. افتح جناحك الثاني يا عصفورة. ماما احكي لي قصة العصفورة وولادها. كيف خطرت عبالك هلأ نرجس؟ يلا احكيها. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في عصفورة بنت عش لولادها لحالها على قمة جبل عالي. وهي العصفورة ما كانت تهتم لا بالبرد ولا بالعواصف لتحمي ولادها، وضلت عم تدافع عن عشها. أنا هداف، أنا هداف، بلمع مثل النجم الساطع، أهدافي أحلى أهداف، وفريقي كالمال الطالع، يلي بيتدرب باستمرار رح يهز المرمى هز، يلي إرادته قوية رح يحقق أروع فوز. أوغور ابني بس فهمني، شو هالنشاط هاد من الصبح؟ شو هاد اللي؟ أنا هداف، أنا هداف، بلمع مثل النجم الساطع. وين راحت أختار؟ ما بعرف، من لما فقت ما كانت موجودة. معناتها نزلت لحتى تفطر. يلا قوم أنت كمان، حاجة تنط لا تلتهي. يلا يلا امشي، روح بسرعة على المطبخ. انا هداف، انا هداف، بلمع مثل النجم الساطع، اهدافي احلى اهداف. بدي فوت غسل وشي وبس اطلع بدي لاقيك تحت. بتصدقي ماما؟ بتعرفي اني رحت على اماكن كتير وزرت دول متنوعة، بس بحياتي ما شربت هيك قهوة. ايه اكيد ما رح تشرب مثلها يا ابني، هي قهوة امك يا روح امك. سلم ايديك. الف صحة وهنا يا ابني. صباح الخير. صباح الخير بنتي. عم دور على نرجس، شفتوها شي؟ اجت لهون؟ يمكن لسه ما فاقت وبعدها بغرفتها. لا نحنا نمنا سوا وفكرت انها فاقت بكير واجت تفطر. بكل الاحوال رح ادور عليها. ماهر صاير شي معكم يا ابني؟ ما يكون في شي مشكلة؟ لا ما في شي ابدا، انا رايح ادور عليها لاني قلقت. روح يا ابني. نرجس، ماهر،
مكان يا مكان، بقديم الزمان كان في عصفورة بنت عشلة أولادها لحالها على قمة جبل عالي.